بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمسنون للصفوف خمسة أشياء مبناها على أصلين: على اجتماع المصلين وانضمام بعضهم إلى بعض، وعلى استقامتهم واستوائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشروع في الصفوف في الصلاة خمسة أشياء سيذكرها قريبا إن شاء الله، وهي تنبني على أصلين: الاجتماع، اجتماع المصلين بدل تفرقهم، وكيف يكون هذا الاجتماع، والأمر الثاني العناية بالصفوف. ليس المقصود أنهم يصفون كيفما اتفق وكيف، لا، يصفون على حسب ما جاءت به الأدلة. نعم. والمسنون للصفوف خمسة أشياء مبناها على أصلين: على اجتماع المصلين وانضمام بعضهم إلى بعض، وعلى استقامتهم واستوائهم. نعم. إذا حصل الأمران حصل المقصود. نعم، هذا بالإجمال، وأما التفصيل فهو يأتيكم. نعم. لتجتمع قلوبهم وتستقيم. هذه الحكمة من العناية بالصفوف، لتجتمع قلوب المصلين، وهذا أمر مقصود للشارع. فأعظم حكمة في صلاة الجماعة اجتماع القلوب، تعارف المسلمين، تراحمهم، تعاطفهم فيما بينهم. فلو أن كل واحد يصلي وحده في المسجد أو في بيته أو في أي مكان، ما حصل هذا المقصود الأعظم، ولم يعرف المسلمون بعضهم بعضا، ولم يتفقد بعضهم بعضا. وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن الذين يقللون من شأن صلاة الجماعة، وربما يقولون إنها غير واجبة لأجل أن يفرقوا بين المسلمين، لأنهم إذا لم يجتمعوا على صلاتهم في اليوم والليلة خمس مرات ويتفقد بعضهم بعضا حصل التفرق في القلوب، فلا يعرف بعضهم بعضا، ولا يرحم بعضهم بعضا، ولا يعطف بعضهم على بعض، ولا يتعاون بعضهم مع بعض. فلله كم حكمة في صلاة الجماعة، هذه الصلاة العظيمة، ولذلك بنيت لها المساجد واعتني بها وأمر ببناء المساجد في الحارات، كل حارة يجتمع أهلها خمس مرات في اليوم والليلة يتعارفوا فيما بينهم ويتآلفوا ويتعاونوا، وغير ذلك من المصالح في صلاة الجماعة. ومن تمام ذلك العناية بصفوفهم إذا قاموا في الصلاة. نعم. لتجتمع قلوبهم وتستقيم ويتحقق معنى الجماعة
الذي هو اجتماعهم في الصلاة مكانا وزمانا، لأن ديننا يحث دائما على الاجتماع وينهى عن الافتراق، ولذلك رب المسلمين على الاجتماع في الصلوات الخمس، في الجمعة، في الأعياد، في الحج والعمرة، رباهم على الاجتماع على هذه العبادات العظيمة. نعم. ويتحقق معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة مكانا وزمانا، قال في مكان واحد وهو المسجد، وفي زمان واحد وهو وقت الصلاة. نعم. قال أبو عبد الله تسوية، يعني الإمام أحمد، نعم، قال أبو عبد الله: تسوية الصفوف ودنو الرجال بعضهم من بعض من تمام الصلاة، وترك ذلك نقص في الصلاة. وهذا في الحديث: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، معناه أن عدم تسوية الصفوف يكون نقصا في الصلاة. نعم. أحد الخمسة، يعني نعم، تسوية الصف وتعديله وتقويمه. تسوية الصف عن الميل، وتعديله وتقويمه، كلها معاني متقاربة تعني جميعا أن الصف يكون معتدلا ومتراصا. نعم. أحدها تسوية الصف وتعديله وتقويمه حتى يكون كالقدح، وذلك كالقدح، حتى يكون كالقدح. نعم، لأن القدح معناها قدح السهم، لأن السهم الذي يرمى به له قذتان كجناحي الطائر، من أجل أن إذا رمي يعتدل ويصيب الهدف ولا يسقط. فإذا تساوت القذتان اعتدل السهم، وإذا فقدت إحداهما أو مالت فإن السهم لا يمضي. نعم. أحدها تسوية الصف وتعديله وتقويمه حتى يكون كالقدح، وذلك نعم، وذلك يحصل بالمحاذاة بالمناكب والركب والكعاب، دون مقياس التسوية بهذه الأمور. تتحاذى المناكب، تتحاذى الأكعب بمحاذاة المناكب والأكعب، بهذا يحصل اعتدال الصف. نعم. وذلك يحصل بالمحاذاة بالمناكب والركب والكعب. والركب في الجلوس، محاذاة المناكب والأكعب في القيام، محاذاة الركب في الجلوس. الركب، أما الخلفيات فليس من اللازم أن تتساوى، لأن الأجسام تختلف، فليس من اللازم أن تتساوى أصابع الرجلين وخلفيات الصفوف، لأن الناس يختلفون في أجسامهم، لكن المدار على الركب. نعم. وذلك يحصل بالمحاذاة بالمناكب والركب والكعاب دون أصابع الرجلين. إيه نعم، لأنها تختلف، هذا أطول من هذا رجلاً، وهذا أطول من هذا في مقعده. نعم. والثاني التراص فيه وسد الخلل والفرج. الأمر الثاني مما يكون من مسائل الصفوف، نعم، التراص فيه، تراص فيها سد الفرج، وذلك بالتراص، سد الفرج يكون بالتراص والتقارب، لهذا يحصل سد الفرج بحيث يقرب بعض المصلين من بعض ويدنو بعضهم من بعض. نعم.
والثاني التراص فيه وسد الخلل والفرج حتى يلصق الرجل منكبه بمنكب الرجل وكعبه بكعبه. هكذا يحصل الالتصاق بهذين الأمرين بالمناكب والأكعب، ما يكون بينهما فراغ وفجوة. نعم. الثالث تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعض. تقارب الصفوف بعضها من بعض، أيكون بين الصفين مسافة، بل يكون رؤوس هؤلاء عند أعقاب هؤلاء، رؤوس الصف المؤخر إذا سجدوا عند أعقاب الصف المقدم، فتكون الصفوف متوالية ليس بينها مسافات. نعم. الثالث تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعض حتى يكون سجود المؤخر خلف مقام المقدم من غير نعم. يكون موضع سجود الصف المؤخر عند أعقاب سجود عند أعقاب الصف المقدم، عند أعقاب الصف المقدم. نعم. ومقام الصف المقدم. نعم. حتى يكون سجود المؤخر خلف مقام المقدم من غير ازدحام يفضي إلى أذى المصلين، من غير أن يحصل تقارب بين الصفين يؤذي المصلين ويضايقهم، يكون فيه مسافة يستريح فيها الصف المؤخر بحيث يسجد على راحته. فالزيادة في التقارب يحصل فيها خلل بر، إنما تقارب بهذا المقياس، يكون موضع سجودهم عند موضع قيام من أمامهم، يعني عند أعقاب من أمامهم. نعم. والرابع تكميل الأول فالأول. نعم، وهذا مهم، لا يبدأ صف حتى يكمل الصف الذي قبله، لا تكون الصفوف قصيرة أو بعضها طويل وبعضها قصير، يكمل الصف الأول ثم يبدأ الصف الثاني، فإذا امتلأ الصف الثاني يبدأ الصف الثالث وهكذا. نعم. والرابع تكميل الأول فالأول تحقيقا للاجتماع والدنو من الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم أتم الصفوف الأول فالأول، الأول فالأول، من أجل أن يحصل الاقتداء بالإمام، إذا كثرت الصفوف يبعد بعضهم عن الاقتداء بالإمام، فإذا قربت الصفوف من الإمام اقتدوا به وسمعوا صوته. نعم. والخامس توسط الإمام، وهو الخامس من أمور تسوية الصفوف توسيط الإمام، يعني يكون الإمام متوسطا في الصف، فلا يكون جانب الصف أطول من الجانب الآخر، بل يكون الصف عن يمين الإمام وعن يساره متعادلا، لأن بعض الناس يسمع بفضيلة ميمنة الصفوف ثم يذهب إلى اليمين ثم يبقى ميسرة الصفوف فيها نقص، هذا ما ينبغي، ينبغي أن يكون الصف متعادلاً من اليمين ومن الشمال. والقرب من الإمام في ميسرة الصف أفضل من البعد عن الإمام في ميمنة الصف. نعم. والخامس توسط الإمام، وهو أن يكون في وسط الصف، يعني محاذياً لوسط الصف. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
راصوا صفوفكم. لما ذكر الاهتمام بالصفوف تعديلاً وتراصاً وتقارباً أخذ يورد الأدلة من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. راس الصفوف لا يبقى فيها فرج بالتقارب، وقارب بينها لا يكون بين الصفين مسافة، لا يكون بين الصفين مسافة كما سبق. والثالث. نعم. وحاذوا بالأعناق. حاذوا بالأعناق، لا يتقدم هذا في صدره وعنقه ويتأخر هذا، تكون الأعناق متساوية متسامتة. نعم. راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. هذه هي الحكمة من مراصة الصفوف وسد الفرج، سد الفرج لمنع الشيطان من التخلل بين المصلين، ليوسوس لهم، يشوش عليهم صلاتهم. هذه هي الحكمة من التراص، والحكمة من اعتدال الصفوف لأجل أن تعتدل القلوب ولا تختلف أيضا. إذا تساوت الصفوف تآلفت القلوب واعتدلت، وإذا تفاوتت الصفوف فإن هذا يكون سببا للمخالفة بين القلوب كما في الحديث. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحذف بفتح الحاء والذال هو صغار الغنم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. أقيموا صفوفكم يعني عدلوها، فإني أراكم من وراء ظهري. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان لا يرى إلا ما أمامه، لكن الرسول يرى ما أمامه وما خلفه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خصائصه أنه يرى الشيطان يتخلل من الصفوف، يراه يتخلل من الصفوف كالحذف. نعم. ما نحن ما نرى الشيطان. نعم. هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. نعم. وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه. قوله أراكم من وراء ظهري هذا من أجل أنه لا يخفى عليه، ليبين لهم أنه لا يخفى عليه ما يحصل في الصفوف من خلل. نعم. وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. متفق عليه. نعم. ومن أجل ذلك كان أحد الصحابة يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه حيث لا يبقى فرج، ولأجل أن يعتدل الصف. نعم. متفق عليه. والسياق للبخاري. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته
ومنكبه بمنكبه، رواه أحمد وأبو داود، وهو في الصحيحين بقريب من معناه. أعد الحديث. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس. هذا فيه دليل على أن الإمام إذا تقدم لا يكبر حتى ينظر إلى الصفوف، لا يكبر حتى ينظر إلى الصفوف ليتأكد من استقامتها. نعم، هذه واحدة. فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثاً. تأكيد، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، من باب التأكيد. هذا يدل على أهمية إقامة الصفوف، بمعنى أن تعتدل، أن تعتدل وأن تتضام ولا يكون فيها فرج. نعم. والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا بيان الوعيد، إذا لم تقام الصفوف وتعتدل أنه سبب لأن يخالف الله بين قلوب المصلين، يحدث بينهم التباغض، يحدث بينهم الشحناء، يحدث بينهم العداوة. نعم. قال: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه. هذا دليل على امتثال الصحابة ومبادرتهم لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا يسمعون الحديث ولا يهتمون به، إنما يعملون به ويبادرون بذلك. نعم. قال: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. هذا كما سبق أنه تكون محاذاة الصفوف في حال القيام بالمناكب والأكعب، وفي حال الجلوس تكون بمحاذاة الركب بعضها مع بعض. نعم. رواه أحمد وأبو داود، وهو في الصحيحين بقريب من معناه. نعم. وأحاديث الباب كثيرة. حديث الباب في مراصة الصفوف وإقامتها والنهي عن الاختلاف فيها كثيرة، لا يستوعبها هذا المقام، وإنما اقتصر على بعضها. نعم. وأحاديث الباب كثيرة، ربما يتم أمرها إن شاء الله في موقف الإمام والمأموم. يعد، هذا وعد من الشيخ رحمه الله، لأنه ربما يستقصي هذه الأحاديث في باب موقف الإمام والمأموم الآتي. نعم. فصل. فصل. والمستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه. نعم، أن يفرق بين قدميه، لا يضمهما، لا يضم قدميه، وإنما يفرق بينهما تفريقا قليلا، ما هو يفحج، لا، تفريق قليل، بحيث لا يحصل الصاق بعضهما ببعض، لأنه إذا فرق بين قدميه أثبت له في القيام، أثبت له في القيام وأعون له على القيام والاعتدال. نعم. والمستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه بما ذكره أصحابنا، يعني بما ذكره الأصحاب، من أنه يفرق بينهما تفريقا معتدلا، لا يلصق بعضهما ببعض ولا يفحج ويضايق من بجانبه. نعم. وهكذا كان أبو عبد الله يفعل، حتى إنها اللي يفحجون في الصفوف يكلفون أنفسهم ويعرضون أنفسهم للسقوط، لأن هذا شاق عليهم، نحن نراهم يعني يحصل عليهم مشقة في هذا لأنهم كلفوا أنفسهم. نعم. والمستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه فيما ذكره أصحابنا، وهكذا كان أبو أصحابنا يعني الحنابلة. نعم. وهكذا كان أبو عبد الله يفعل،
أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله كان يفعل يفرق بين قدميه إذا قام إلى الصلاة. نعم. لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلاً صافاً بين قدميه، صافاً يعني مقرباً بعضهما من بعض. نعم. فقال: أخطأ هذا السنة. نعم. لو فرج بينهما كان أفضل. نعم، أخطأ السنة يعني الفضيلة لو فرج بين قدميه ولم يلصق بعضهما ببعض كان أفضل له. نعم. فقال: أخطأ هذا السنة لو فرج بينهما كان أفضل، ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنة فإنما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً. نعم، الصحابي إذا قال من السنة كذا أو كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا له حكم المرفوع، له حكم المرفوع عند المحدثين، لأن المراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بالذي يأمر وينهى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الصيغة، هذه الصيغة معناها الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه مثل ابن مسعود يعني من الصحابة، مثله إذا كان القائل من الصحابة فهو يرفع هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عند المحدثين والأصوليين. نعم. ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنة فإنما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، ما هو يعني المستحب، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه أما إطلاق السنة على المستحب هذا من اصطلاح المتأخرين، أما المتقدمون إذا قالوا السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنة فإنما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً، يعني لا يكون مرفوعاً. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى ولكن بين ذلك. هذا يبين لكم ما سبق من مشروعية التفريق بين القدمين من فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهو أكثر الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يلصق قدميه بعضهما ببعض ولا يفرق بينهما تفريقا كثيرا يشق عليه وعلى من بجانبه. نعم، هذه هي الضابط، احفظوها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفرج بين قدميه ولا يمس لا يفرج بين قدميه تفريجا كثيرا كما يفعل بعض الناس اليوم، ولا يلصق بعضهما ببعض وإنما بين ذلك، بين ذلك. نعم. أنه كان لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى ولكن بين ذلك، رواه أبو بكر النجار، محدث من المحدثين، من محدث الحنابلة. نعم. وله كتاب في الحديث مشهور. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقارب ولا تباعد. وعن ابن عمر كذلك، هذا عن ابن عمر رضي الله عنه: لا تقارب بين القدمين ولا تباعد بينهما لكن بوسطية واعتدال. نعم. وعن عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن قال: كنت مع أبي في المسجد، يعني مسجد البصرة، فنظر إلى رجل قائما يصلي قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي: لقد أدركت في هذا المسجد 18 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا منهم صنع هكذا قط. رواهما الخلال.
يعني ما رأى أحدا ممن رآهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يلصقون أقدامهم بعضها ببعض في الصلاة حال القيام، وإنما يفرقون بينهما فرقا متوسطا. نعم. والمراوحة بين القدمين، هذه مسألة أخرى. المراوحة بين القدمين إيش معناها؟ معناها أنه يعتمد على رجل تارة وعلى الرجل الأخرى تارة من أجل أن يرتاح، هذا إذا كان القيام طويلا، إذا كان القيام طويلا كتهجد في الليل والصلاة الطويلة، لو أنه يعتمد على قدميه يعني دائما في كل القيام لتعب، فيراوح بينهما يريح هذه ويعتمد على هذه ثم يعكس فيعتمد على الأخرى ويريح الأولى وهكذا. نعم، لا بأس المراوحة، لا بأس بين القدمين في حال القيام في الصلاة، لا سيما إذا كان القيام طويلا. نعم. والمراوحة بين القدمين أفضل من الصفن. الصفن أن يرفع رجلا ويعتمد على الأخرى مثل الخيل الصافنات، الصافنات الجياد. إيش معنى الصافنات؟ الصافنات التي ترفع يدها إذا وقفت، هذا تلاحظونه في الخيل، إذا وقفت الفرس رفعت يدها واعتمدت على الأخرى. المصلي يراوح ويفعل هذا، يفعل يعني يفعل فعل الصافنات. نعم. والمراوحة بين القدمين أفضل من الصفن، وهو أن يعتمد على هذه تارة وعلى هذه تارة أفضل من أن يعتمد عليهما جميعا. نعم، فالاعتماد على واحدة ورفع الأخرى ليرتاح أفضل من الاعتماد عليهما جميعا ثم يتعب من طول القيام. نعم. قال أحمد في رواية صالح وابن منصور، في رواية صالح ابنه صالح ابن الإمام أحمد رحمهما الله، وابن منصور من أصحاب الإمام أحمد أيضا. نعم. قال أحمد في رواية صالح وابن منصور، لأن أولاد أحمد اثنان، عبد الله وهذا الكبير وصالح. نعم. قال أحمد في رواية صالح وابن منصور، وقد سئل يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما. وقد سئل يعني الإمام أحمد. وقد سئل يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما، قال يراوح بينهما. نعم، فالمراوحة أفضل من الصفن. نعم. وكذلك نقل الجماعة قولا وفعلا. الجماعة يعني من الحنابلة، الجماعة من الحنابلة عن الإمام أحمد. نعم. وكذلك نقل الجماعة قولا وفعلا، وهذا هو الذي ذكره القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا الحنابلة، يعني الذي نقلوا عن الإمام أحمد. نعم. لأن هذا أخف على المصلي وأيسر عليه، المراوحة أخف على المصلي وأيسر عليه في طول القيام. نعم. مسألة ويرفع يديه، إذا قال مسألة هذا المتن، إذا قال مسألة هذا المتن، ترونه يختلف الحبر، يكون الحبر أسود، هذا المتن. ولو أنهم عزلوا المتن بخط وجعلوا الشرح في الحاشية كان هذا أحسن. نعم. مسألة ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره، هذا كلام الموفق، هذا كلام الموفق في المتن، في متن العمدة. نعم. مسألة ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم، من السنن في الصلاة رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام، وعند القيام من الركوع
عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، تكبيرة الركوع وعند القيام من الركوع ترفع الأيدي في هذه المواضع. إلى أين؟ إلى صدره، إلى محاذاة صدره، أو إلى شحمتي أذنيه، فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه، كلاهما مستحب. بعضهم رجح إلى فروع أذنيه وبعضهم ساوى بينهما. نعم. مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو عند ابتداء تكبيره، يعني متى يرفع؟ عند ابتداء التكبير في المواطن الثلاثة، عند ابتداء التكبير، ويضع عند نهاية التكبير يضع يديه. نعم. ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو عند ابتداء تكبيره، سواء للإحرام أو للركوع أو للرفع من الركوع. نعم. إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني كلاهما مستحب، هذا أو هذا. نعم. وجملة ذلك، هذا بدأ الشرح الآن. نعم. وجملة ذلك أن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، من السنن المتفق عليها. نعم، أن يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح وهي تكبيرة الإحرام، هذا من السنن. من السنن المتفق عليها. نعم، هذا متأكد عند تكبيرة الإحرام. نعم. وجملة ذلك أن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السنن المتفق عليها، وأما منتهى الرفع فإن شاء إلى حذو منكبيه. يعني أن رفع اليدين من السنن، من السنن المتفق عليها، أما موضع الرفع فهذا فيه قولان: إلى الصدر، محاذاة الصدر، أو إلى محاذاة المنكبين، إلى محاذاة المنكبين، أو إلى فروع الأذنين. نعم. وأما منتهى الرفع فإن شاء إلى حذو منكبيه وإن شاء إلى فروع أذنيه، كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. نعم. وهل أحدهما أفضل من الآخر؟ على ثلاث روايات. نعم. إحداهن ثلاث روايات عن الإمام أحمد. نعم. وهل أحدهما أفضل من الآخر؟ على ثلاث روايات، إحداهن أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضل. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه. نعم. ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. هذه مواطن الرفع، رفع اليدين في الصلاة. نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. قال: سمع الله لمن حمده. يقول الإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، ولا يأتي بقول سمع الله لمن حمده، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاته. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. نعم. قالوا: صدقت. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه. صدقوا بأنه يرفع إلى حذو منكبيه، هذا دليل على أفضلية إلى المنكبين. نعم. وفي حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه إلى حذو منكبيه. نعم. وهذا اختيار أكثر أصحابنا، أنه إلى المنكبين، اختيار أكثر الحنابلة. نعم. أصحابنا يعني أصحاب المذهب. نعم.
والرواية الثانية هو إلى فروع الأذنين أفضل. نعم. اختاره الخلال. الخلال اللي هو أبو بكر الخلال من تلاميذ الإمام أحمد، وهو الذي جمع علم الإمام أحمد في جامعه المشهور جامع الخلال، جمع فيه كل ما صدر عن الإمام أحمد من الأجوبة والرسائل والفتاوى، فكان حافلاً بمذهب الإمام أحمد، لكنه فقد مع الأسف، ولا يوجد منه إلا قطع متفرقة، وهو يقولون يزيد على 30 مجلد لو وجد، أو 30 جزء. نعم، شامل لما صدر من الإمام أحمد. نعم. والرواية الثانية هو إلى فروع الأذنين أفضل، اختاره الخلال، وقال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله رحمه الله في فتياه وفعله أن أحب إليه فروع أذنيه. هذا ترجيح القول الثاني أنه إلى فروع الأذنين. نعم. وإن رفع إلى منكبيه فهو جائز. نعم. لما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. نعم. وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه أحمد. هذه 3 المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، والرفع يكون إلى فروع الأذنين. نعم، هذا أفضل، وإن كان إلى حذو المنكبين فلا بأس. نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وفي رواية: يحاذي بهما فروع أذنيه. نعم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم. وعن وائل ابن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه. نعم. وروى ذلك أيضا من حديث البراء بن عازب وابن الزبير، رواهما أحمد. وروي ذلك أيضا من حديث البراء بن عازب وابن الزبير، رواه أحمد. نعم. إلى فروع الأذنين. نعم. والرواية الثالثة. نعم. هما سواء. الرواية الثالثة لا تفضيل، هما سواء الرفع إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. نعم. والرواية الثالثة هما سواء، وهي اختيار الخرقي وأبي حفص العكبري. الخرقي هذا صاحب متن الخرقي، متن مختصر، أول ما ألف في المذهب متن الخرقي، وهو مختصر قليل الحجم، ولكنه منتقى من المسائل العظيمة، ولذلك اهتم العلماء بشرحه شروح كثيرة، أشهرها المغني لابن قدامة. المغني شرح على متن الخرقي. نعم. والرواية الثالثة هما سواء، وهي اختيار الخرقي وأبي حفص العكبري. نعم. وأبي علي بن أبي موسى وغيرهم، لمجيء من أصحاب المذهب. نعم. لمجيء بكل واحد منهما. نعم، لمجيء الأدلة بكل واحد منهما، أو ما متساويان في الفضيلة. نعم. فإن صحة الروايات بكل منهما دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. هذا جمع بين الأحاديث، جمع حسن، يعني كون الروايات صحت بالرفع واختلفت في أنه هل هو إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين، هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يكون مستويين. نعم. ومن رجح الأولى قال: إن راويه من الصحابة أكثر وأفضل لدى الله. نعم. ومكانهم من الرسول أقرب،
وهم له ألزم، فيكونون أحفظ وأضبط. نعم. ويكون ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي رجحوا أنه إلى فروع الأذنين هذا جوابهم. نعم. أن رواته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأفضل. نعم. ومن رجح الأولى قال إن راويه من الصحابة أكثر وأفضل لدى الله، ومكانهم من الرسول أقرب، وهم له ألزم لأنهم أكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما وائل بن حجر وأبو حميد الساعدي وائل بن حجر ونعم مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث، فهؤلاء وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا ملازمين للرسول، إنما وفدوا إليه وتعلموا منه. نعم. وهم له ألزم، فيكونون أحفظ وأضبط، ويكون ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووائل ابن حجر ومالك بن الحويرث، وائل بن حجر الكندي من ملوك كندة في حضرموت، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، حسن إسلامه. نعم. وكذلك مالك بن الحويرث أيضا وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلم. نعم. ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادة، ثم رجع إلى قومهما. أي نعم. ولم يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما لازمه أهل الرواية الأولى. أتكون إلى فروع الأذنين أفضل، لأنها من رواية من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا فإن الإسناد إلى الصحابة بالمنكبين أثبت، اتفق عليه صاحب الصحيح. نعم. وأيضا فإن الإسناد إلى الصحابة بالمنكبين أثبت. نعم. اتفق عليه صاحب الصحيح. وإسناد الرفع إلى الأذنين إنما خرجه مسلم. هذا مما يرجح الرأي الأول، أنه إلى المنكبين، أن رواة أن الحديث الوارد فيهما متفق عليه بين البخاري ومسلم. أما إلى فروع الأذنين فانفرد به مسلم، ولا شك أن المتفق عليه أفضل مما انفرد به أحدهما. المتفق عليه أفضل مما انفرد به البخاري، وهو أفضل مما انفرد به مسلم، من باب أولى. نعم. وأيضا فإن الإسناد إلى الصحابة بالمنكبين أثبت، اتفق عليه صاحب الصحيح البخاري ومسلم. نعم. وإسناد الرفع إلى الأذنين إنما خرجه مسلم، قالوا يعني انفرد به مسلم رحمه الله. نعم. قالوا وتحمل روايتهم على رواية المنكبين، ويكون معنى قولهم حتى يحاذي بهما أذنيه، يعني يقارب محاذاة الأذنين، يعني إلى منكبيه، وإذا رفع إلى منكبيه قارب الأذنين. نعم. ويكون معنى قولهم حتى يحاذي بهما أذنيه. والمسألة يعني سهلة، كلها سهلة، يعني لو ما رفع أصلا صلاته صحيحة، ولكن الرفع سنة، كونوا عاد إلى المنكبين أو إلى الأذنين هذا من باب التفضيل. نعم. ويكون معنى قولهم حتى يحاذي بهما أذنيه، يعني يقارب محاذاة الأذنين، أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت. نعم. أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت، ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم، فروى الدارقطني في حديث مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. نعم. إلا أن هذا خلاف المحفوظ في حديثه، لكن قد روي في لفظ بإسناد جيد حتى يجعلها قريباً من أذنيه، قريباً ولم يحاذي. نعم. وأما حديث وائل ابن حجر فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن حديث عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستقبل القبلة
ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، وفيه فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، وفيه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه. وكذلك رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن عاصم، إلا أن الجماهير مثل شعبة وأبي عوانة وزائدة ابن قدامة والمفضل وجماعة غيرهم رووه عن عاصم فقالوا في الحديث فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، وقال بعضهم حذاء أذنيه. وكذلك رواه مسلم وغيره من حديث عبد الجبار بن وائل عن وائل عن علقمة. يعني اختلفت الرواية عن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر، ما اتفقت الرواية عنهما، هذا مما يرجح القول الأول. نعم. ومن رجح الثاني قال صحة النقل بهما توجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل واحد منهما، لكن الرفع إلى الأذن أزيد فيكون أولى، لأنه لأن الرفع فيه إلى الأذن فيه زيادة على الرفع إلى المنكبين فيكون أفضل. نعم. لكن الرفع إلى الأذن أزيد فيكون أولى، لأنه زيادة عبادة. نعم. ويشبه أن يكون هو آخر الأمرين، أن الرفع إلى الأذنين هو يشبه أن يكون آخر الأمرين استقر عليه. نعم. ويشبه أن يكون هو آخر الأمرين، لأن الوفود إنما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، ولأن إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم أقبلت وفود العرب تعلن إسلامها وتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم مالك بن الحويرث ووائل بن حجر نعم، فيكون آخر الأمرين إلى المنكبين إلى الأذنين يكون آخر الأمرين، الله أعلم. نعم. ولأن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو اللائق لا سيما ولأن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو اللائق، هذا مثل ما قاله الأول، إن فيه زيادة عبادة الرفع إلى الأذنين فيه زيادة عبادة على الرفع إلى المنكبين، وما كان في زيادة عبادة فهو أفضل. نعم. ولأن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو اللائق لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأوه يصلي رافعا يديه إلى فروع أذنيه. أي نعم، هذا ما يرجح، رأوه يصلي رافعا إلى أذنيه وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، مرجحات. نعم. ومنهم من قال لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذر من به داء وغيره وليس بشيء، هذا جمع آخر وهو غريب، يعني أنه رفع إلى منكبيه فقط لعذر كان يكون فيه داء، هذا احتمال ولا يصار إليه، ما يصار إليه، ولهذا قال ليس بشيء، قال الشيخ ليس بشيء هذا الجمع. نعم. واعلم أن رفع اليد إلى المنكب يكفي، نقف عندها. شيخ الإسلام رحمه الله متبحر في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي سائر العلوم، فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا دخل في مسألة يشبعها من البحث ولا يخرج منها حتى ينهي ما عنده من العلم. نعم. شوف كيف عند هالمسألة هذه هذا ماذا صنع رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الطرف الأول الأيمن أطول من الأيسر في الصف، هل يجب علي أن أذهب إلى الأيسر؟ لا، الوجوب ما يجب عليك، لكن الأفضل أن تعادل الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يلاحظ في المساجد التي تقام فيها صلاة الجنازة أن الجماعة المتأخرة عن الجماعة الأولى تكون في آخر المسجد،
وعند صلاة الجنازة يبقى في آخر المسجد ولا ينظم ولا ينضم إلى الصفوف الأولى، فهل عملهم مشروع؟ الجماعة المتأخرة، كيف الجماعة المتأخرة؟ ما هم جماعة واحدة؟ يصلون جماعتين فريضة؟ كيف هذا؟ أو أنهم من فاتتهم الصلاة، من فاتتهم الصلاة وأقاموا جماعة أخرى يبقون في مكانهم يصلون على الجنازة وهم في مقامهم ولا يتقدمون؟ إن كان هذا هو السؤال فالأفضل أن يتقدموا وأن ينضموا إلى إخوانهم وتتقارب الصفوف. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الإمام استو يرحمكم الله، زيادة يرحمكم الله؟ لا بس، طيب هذا دعاء. نعم، ترغيب لهم. نعم، وأظنه وردت، أظنه وردت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس وبعض المصلين لا يريد الاقتراب منك أيها المصلي، فكلما اقتربت منه ابتعد، يقول فماذا أصنع مع مثل هذا؟ أنا أظنك تفحج، هو ما يبيك تفحج، هذا اللي يحصل، تؤذيه بهذا. أما لو أنك اقتربت منه الاقتراب الذي ليس فيه فحج ما أظنه ينفر منك، إلا إن كان فيك رائحة خبيثة أو شيء منفر ربما، ما أدري. نعم. فضيلة ولكن الشيخ، على كل حال إذا كان ما في مانع فلا يجوز له أن يبتعد، يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم ومحدثا فرجة في الصف، لا يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن الطبيب أمره بأن يصلي على الكرسي، يقول وأنا أستطيع الوقوف والجلوس، فما حكم صلاتي على الكرسي؟ إذا كان وقوفك يؤثر عليك والطبيب يعرف هذا فتصلي على الكرسي أخذا بقول الطبيب، لأنه طبيب ويعرف إن القيام يؤثر عليك وأنت تحت العلاج، تأخذ بقول الطبيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الإخوة من المصلين يتوركون في الجلوس في التشهد الأخير حتى وإن كان الصف والمكان ضيقا، فيضيقون على من بجوارهم، سؤاله هل ترك التورك في هذه الحال يكون أفضل؟ نعم، ترك الأذى أفضل، إذا كان المكان ضيقا والتورك يضايق المصلين هو السنة ما هو واجب، فلا تضايق المصلين من أجل تحصيل سنة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لينوا بيد إخوانكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من المصلين من لا يكمل الصفوف بل يبدأون صفا جديدا من أجل إدراك الركعة، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا، ما يجوز لهم ذلك، لا يبدأون صفا إلا بعد نهاية الصف الذي قبله، ولو فاتتهم الركعة ما يخالف، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقصود بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الشيطان كأنه الحدث؟ يقول كأنه الحدث يتخلل الصفوف، كأنه يعني يدخل كما يدخل الحدث وهو صغار الغنم بين الصفوف، لأن الشيطان يتصور بالغنم ويتصور بالدواب ويتصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله إلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، يقول ولكننا لا نرى إلا القليل ممن يفعل ذلك، فهل هذا من السنن المهجورة؟ علموهم، أخبروهم بهذا، بينوا لهم هذا. نعم، أنتم المقصرون، لم تبينوا لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وكان واجب الإمام، وكان الواجب على الإمام أنه يهتم بهذا
ويربي جماعته على ذلك حتى يعتادوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السنة أن يكون الصف الأول قريبا من الإمام أم بعيدا عنه؟ وما مقدار تقارب الصفوف؟ تقارب الصفوف، الصف اللي فيه الإمام والصف الذي خلفه تقارب، يقربون من الإمام بحيث لا يبقى بينهم وبين الإمام إلا موضع قيام الإمام، موضع قيام الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بما تعرف عليه بين الناس أن هذا هو روضة الصف أو روضة المسجد، وهل هو وارد؟ روضة الشيء وسطه، روضة الشيء وسطه ومستقره، فلا مانع من هذا الاسم. والروضة وردت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ربما أنهم أخذوا هذا من هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ، والقرب من الإمام، لا شك أن القرب من الإمام أفضل من البعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل أن أصلي في الصف الأول عن يسار الإمام أم في الصف الثاني عن يمينه؟ نعم. يقول: هل الأفضل أن أصلي في الصف الأول؟ الأول أفضل، فتصلي في الصف الأول ولو عن يسار الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، توسيط الإمام يكون من خلال الصف الأول الذي يليه أم هو شامل لكل الصفوف التي خلفه؟ لكل الصفوف، الصفوف الخلفية تقاس على الصف الأول تماما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في المساجد التي تكون في طريق المسافرين تكثر الجماعات فيها وتضطرب الصفوف أحيانا، هذا ما هو منضبط لأنه مسافرين، هذا يدخل ولا يخرج، إذا وجدت ناس يصلون صل معهم، توكل على الله، إذا سلمت ارتب سيارك وامشي. نعم. لأن هذا ما ينضبط أبدا، ناس متفاوتين، هذا داخل وذا خارج وذا يصلي وذا منتهي وذا. نعم. ويقول: حفظك الله، وهل يجوز أن تتعدد الجماعات حينئذ لأجل هذه الضرورة؟ هذه مستثنات يا أخي، مستثنات، المسافرون لهم وضع خاص. نعم. لكن الأفضل إذا وجدت ناس يصلون تدخل معهم، وإذا كنتم جماعة تدخلون معهم ولا تبدأون جماعة أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، هل المراد حقيقة الإلصاق أم المراد التقارب؟ إيه، مراد حقيقة الإلصاق، لا يبقى بينهما فرجة، يكون هذا بجنب هذا ما بينهم فرجة ولو يسيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النساء مخاطبات؟ المقصود ما هو بلصاق الجلد بالجلد، المقصود ما يكون بينهم فضاء ولو يسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النساء مخاطبات بتسوية الصفوف كالرجال؟ نعم، النساء والرجال سواء في الصفوف، يعدلن الصفوف، يتراصن فيهن، يسدن الخلل، يعدلنهن ما يميلن، هذا مطلوب من الرجال والنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم تسوية الصفوف لصلاة الجنازة في المقبرة؟ نعم، لكل مكان، ولكن صلاة الجنازة كل ما تعدد الصفوف فهو أفضل، يعددون الصفوف على صلاة الجنازة، هذا أفضل من أن يكون الصف طويلاً. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك فاصل في المسجد بين الرجال والنساء، فهل تكون صفوف النساء أولها هو خيرها؟ نعم، لأن زوال المانع خيرها أولها، إذا زال المانع لا يراهن الرجال والساتر، هذا صار مانعاً
لرؤية الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحرم المكي الصفوف طويلة وبعيدة، فكيف يتم تراص الصف؟ حسب الإمكان. مسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة، هذه لها وضع خاص، هذه لها وضع خاص، ويعفى عما يحصل من بعض الخلل في الصفوف أو نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المراوحة بين القدمين إنما تجوز فقط في القيام الطويل؟ لا، ما تجوز، لكن يحتاج إليها تجوز في الطويل وفي القصير، لكن في الطويل أحوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو جاء رجل ورأى الصفوف قد اكتملت وهو يعرف أن الصلاة وهو منفرد خلف الصف لا تصح، فهل له أن يجذب أحداً من الصف الذي أمامه أم ينتظر؟ لا، ينتظر، لا يجذب أحد، إن وجد فرجة دخل فيها، وإن تمكن من الدخول عن يمين الإمام دخل، وإذا لم يجد فرجة ولم يتمكن من الدخول عن يمين الإمام ينتظر حتى يأتي من صف معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يرفع يديه عند الهوي للسجود؟ لم يرد هذا، هذا لم يرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن تسوية الصفوف واجبة وأن اختلالها محرم؟ نعم، بلا شك أن تسويتها واجبة واختلالها محرم لما فيه من الوعيد، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في رواية خالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأول؟ هذا روي فيه رواية يكون موضعا رابعا، روي فيه رواية، فمن فعل فلا حرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى خلف الصف وحده فهل صلاته باطلة؟ أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد، أن يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقال: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الأئمة يدخل المسجد بعد الأذان مباشرة ويأمر المؤذن بالإقامة دون انتظار للمأمومين، فهل فعله هذا مشروع؟ لا يجوز له هذا، يحرم الجماعة من إدراك الجماعة، يحرم المصلين من إدراك الجماعة، بل يعطيهم مهلة، ربما يكون بعضهم بعيد، ربما يكون بعضهم يكلفه المشي السريع، ربما يكون بعضهم له عذر عارض، ينتظر، لا يشق على الحاضرين ولا يمنع القادمين أو يحرمهم من الصلاة، بل يعتدل في هذا، يجعل بين أذانه وإقامته مدة على حسب أحوال المأمومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمصلي أن يدعو في سجوده لغيره وأن يسميه باسمه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إنه يدعو لمعين ويسميه باسمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. هل المقصود بالدعاء هو دعاء معين لا يخرج عنه، أم كل دعاء بخير وبأي لفظ كان ولو باللهجة العامية ويدعو؟ هو كذلك، يعني يدعو بما يوافق الوارد، لو ما هو بلفظ الوارد ما يوافقه يدعو به، ولو باللهجة العامية إذا كان عامياً، أو باللهجة الأجنبية، اللغة الأجنبية إذا كان لا يحسن العربية يدعو بلغته.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم خروج المؤذن من المسجد بدون عذر بشكل يومي ولا يأتي إلا عند الإقامة ويكون معتاداً على هذا الأمر؟ حرم نفسه من الأجر وانتظار الصلاة، حرم نفسه من الأجر وانتظار الصلاة وذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة للإمام إذا سلم أن ينظر إلى المأمومين فينظر يميناً وشمالاً إليهم ويتفقدهم؟ نعم، إذا كان القصد التفقد فهذا طيب، أما مجرد النظر هذا ما هو بلازم، ربما أنك إذا نظرت إليه أنه يصير عنده خجل منك كل شيء، فلا تصوب النظر إليه إلا لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ابتليت بالإدمان على العادة السرية، ويقول: أكاد أقتل نفسي بسببها، فيسأل يقول: بما تنصحونه؟ ثم يطلب منكم الدعاء له لكي يتخلص من هذا الأمر. نعم، هذه آفة عليه أن يتجنبها، ويعزم على ذلك، يتركها وسينساها شيئا فشيئا. وإذا استعان على شهوته بالصيام كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصوم. وقبل ذلك كله إذا كان يقدر على الزواج تزوج، يقدر على الزواج يتزوج، إذا لم يقدر على الزواج فليتصبر، يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا يجوز له العادة السرية، حرام، والمداومة عليها أشد. وأيضا مع كونها حراما فيها ضرر طبي كما ذكر الفقهاء الأطباء، كما ذكر الأطباء أن فيها ضررا صحيا، فعليه أن يتجنبها ويحذر منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب عمري 18 سنة، وأريد الزواج من بنت قريبة لي، لكن أبي لا يوافق على هذا، وأنا لدي عمل ومرتبي يقول طيب، فما نصيحتكم لي؟ وهل لي أن أعاند أبي فأتزوج؟ لا، تفاهم مع والدك وأقنعه، ولا تستعجل، لا تستعجل، تفاهم معه. لماذا يمتنع؟ لماذا؟ ربما عنده ملاحظة ما دريت عنها أنت، فتفاهم معه، خذ رأيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أجد رجلاً يتوضأ بالماء، يتوضأ بالماء الكثير، أقول له: قلل من الماء في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، فيجيب بعضهم ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه لم يكن عندهم ماء كثير، يقول: فكيف الجواب على مثل هذا؟ مش أدريه إن الرسول ما عنده ماء كثير، هو في المدينة، المدينة بلد المياه والآبار، هذا من الإسراف في العبادة، منهي عن الإسراف في العبادة، فيترك هذا الإسراف ويقتصد في الماء، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول: ما المراد بقوله ولكن الله رمى؟ أي أن الإصابة بتوفيق الله، أنت رميت ولكن ما هو لازم أنك تصيب إلا إذا قدر الله الإصابة، فأنت عليك الرمي، الله أسند الرمي إليك، الله أسند الرمي إليك ونفى عنك الإصابة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل:
بذمتك هل حصل كذا وكذا؟ ما يجوز هذا، الحلف بالذمة ما يجوز. حلف من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أبنائي هداهم الله يؤخرونني عن تكبيرة الإحرام، أحيانا يفوتني أكثر من ركعة، وهذا كله إما لأنهم ينامون أو لأنهم لا يبالون، فبماذا تنصحونني وتنصحونهم؟ أنصحك بالصبر عليهم ومصاحبتهم للصلاة ولو فاتك أول الصلاة، أنت في جهاد، أنت على أجر، أصبر عليهم حتى يعتادوا هذا ويألفوا ثم ينقادون. نعم. ولا تتساهل معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قمت ببناء بيت جديد وأريد أن أصنع وليمة عند دخولي لهذا البيت، فهل في ذلك حرج شرعي؟ لا، هذا طيب، هذا من باب الفرح المباح والسرور، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أودع رجل مبلغا من المال في حسابي أمانة عندي، هل يجوز أن أستخدم هذا المال في مصلحتي وهو لا يعلم؟ أودع رجل مبلغا من المال في حسابي كأمانة عندي، هل يجوز أن أستخدم هذا المال في مصلحتي وهو لا يعلم؟ لا، أي أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تحفظها حتى تؤديها إلى صاحبها ولا تتصرف فيها لمصلحتك أبداً. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المعتدة من وفاة إذا كانت حاملاً فوضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالي قليلة، هل يلزمها الإحداد؟ ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإحداد تابع للعدة، تابع للعدة، إذا انتهت العدة انتهى الإحداد، وعدة الحامل بوضع الحمل ولو بعد الوفاة في دقيقة أو ساعة تخرج من العدة. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. ولو تأخر الوضع إلى سنين تبقى في العدة، ما تخرج من العدة حتى تضع الحمل ولو بعد 4 سنين. والإحداد تابع للعدة. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.